بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. درس النهاردة يا جماعة إن شاء الله بسيط جدا وهايف جدا، بس عشان نضيف ليه قيمة هنشوف الخاصية اللي نتعلمها النهاردة بتستخدم فين وليه، ونعمل كام مقارنة ظريفة كده بإذن الله. اتكلمنا في الدرس بتاع الباك جراوند عن الألفا شانل أو الشانل المسؤولة عن الشفافية بتاعت اللون. خلينا كده نرجع نبص بصة سريعة اللي احنا عملناه قبل كده. الوان دي هديلها باك جراوند كلر ريد، والتو نفس القصة، عايز الاثنين يكون زي بعض، وهنعمل كده تجربة بسيطة عن طريق ان احنا نقلل الشفافية الخاصة بالتو بالشكل ده، هنقللها لحد 1/10 بالشكل ده كده. دي الشفافية اللي حصل انه اللون بقى شفاف جدا وقرب يختفي، لكن التكست بتاعنا كليرلي واضح جدا مفيهوش اي مشكلة، ده بسبب ان احنا عملنا الشفافية في الباك جراوند فقط. دلوقتي عن طريق الخاصية اللي احنا نتعلمها دلوقتي وهي خاصية الاوباسيتي هنقدر نعمل الشفافية للمحتوى كاملا وليس الباك جراوند فقط. يعني ايه المحتوى كاملا؟ يعني التكست بالباك جراوند بالسلطات بالبابا غنوج بكل الكلام ده. طيب ده شيء عظيم. ازاي بنكتب القيمة بتاعت الاوباسيتي؟ واحد دي معناها ان العنصر كامل ظاهر، يعني كامل فهمي نظمي كل حاجة. تبدأ تقلل الشفافية بتاعته عن طريق ان انت تقول له 0 دوت، وتبدأ بقى تقول له انت عايز كام، من 9/10، 8/10، 7/10، 6، 65%، 659/1000، زي ما انت عايز، مفيش مشكلة خالص. هنعمل نفس اللي عملناه في الباك جراوند وهقول له 1/10، وهنروح نتفرج على الفرق بينهم دلوقتي. هتلاحظ هنا انه العنصر والباك جراوند نفس دي بالظبط بقت زيها اهي، لكن التكست كمان الشفافية بتاعته قلت. هتلاقي ان الباك جراوند قلت بقت شبه دي بالظبط، والتكست يعني ما بقاش واضح لان انت قلت له اوباسيتي للعنصر كله. لو جينا هنا دلوقتي نزود شوية في الاوباسيتي بتاعتنا، هتلاقي ان العنصر بتاعي اللون والعنصر بدأوا يظهروا، مش بس اللون بالشكل ده. طيب عرفنا الاوباسيتي وخلاص مفيهاش اي مشكلة خالص، عايزين نعرف فين بتستخدم. لو رحت واحد من الفريم ووركس العالمية زي مثلا بوتستراب، هتلاقي في حاجة اسمها موديل. موديل ده عبارة عن بوب اب تدوس عليه كده بيظهر. الموديل ده بيعمل ايه؟ بيحط لك باك دروب، طبقة زي اللي انت شايفها ورا دي. الطبقة دي ما ينفعش انه يعملها بالباك جراوند، مش هتبقى منطقية لان العنصر اصلا هو عايز يغطي بيه عن المحتوى. فاحسن استخدام هنا ان انت فعلا تستخدم الاوباسيتي. الموديل باك دروب اهو عبارة عن ديف وواخد 5/10، يعني النص. لو جيت زودته كده شايفين هيبدأ اللون يغطي على المحتوى، مش هتشوف منه حاجة. ولو قللناه برضو الفوكس على الجزء ده البوب اب ده مش هيبان قوي، عشان كده هو عاملها لك طبعا النص كده، في فوكس شوية على ده، وفي نفس الوقت الباك دروب عاملة المطلوب. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.